الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كانت في مناطق معينة في عالمنا عندما يغيب الأب أو كبير العائلة أو القبيلة تصير بنات العائلة يتامى دون سن البلوغ، لا يحميها أحد ولا يدافع عنها أحد، وتصير يتيمة لطيمة تتناقل بين الناس يؤذيها من يريد أن يؤذيها. في زمننا صارت الفتية أو الفتوى كأن الكبار ماتوا، وأصبحت الفتوى يتحرش بها من يريد ويسيء إلى دينه ويسيء إلى أهله ويسيء إلى مجتمع الذي يعيش فيه، حتى وإن كان مجتمعا يعني فيه ألوان شتى. عظمة هذا الدين أن رب العباد من رحمته بنا إنه لون العبادات، لم يجعل الدين كله صلاة فقط أو زكاة فقط أو حج فقط أو عبادات فقط، جعل عيادة المريض وصلة الرحم والإحسان إلى الزوجة وحسن التربية وأكل الحلال وعدم الغش وعدم التعدي على الآخرين وإمساك اللسان عن أعراض الناس. وإذا وزنت قيمة البيت الحرام وهو أعظم بيت في الأرض وضع في الكفة ووضع شرف الإنسان وعرض الإنسان وقيمة الإنسان في كفة، لرجحت كفة الإنسان عن كفة المسجد الحرام. يا كعبة الرحمن، ما أبهاك وما أجملك وما أعظم حرمتك، لكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. كنا نجلس ونحن صغار في عالم الفتية وعالم الفقه، وما زلنا صغارا نحن. أنا أعتبر نفسي بهذا العمر بعد أن دخلت في الدعوة على مدى نصف قرن، أعتبر نفسي طويل بعلم، أتلقى العلم من الصغير والكبير. يقول لسان حالنا: أسير خلف ركاب النجب ذا عرج، عسى أن أعوض ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب السماء للناس من فرجي، وإن بقيت بظهر الأرض مرتهنا فما على عرج في ذاك من عوج. كان الله في عون من يترجم هذه الأبيات، لكن لا داعي أن يترجمها. المهم، أعانه الله. المهم، يعيش الإنسان طويل بعلم. مثلا الفاضل والمفضول والراجح والمرجوح وخلاف الأولى والسلم وهذه المصطلحات الأرش
أو الأرش. هذه المصطلحات مصطلحات فقهية لا يدركها إلا عليم بالفقه وأصوله. فما الذي أدخل الناس رغم عدم معرفتهم ببعض هذه المصطلحات بأن يتحرشوا بالفتوى فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء؟ مثال: تنظر عائشة من قوتها أو من نافذتها أو من بيتها فرأت بعض الشبان كأمثالكم، ما شاء الله لا أرى شعورا بيضاء كثيرة، هذا من كرم الله عليكم، يعني جعل الله هذه الشعور تبيض في طاعة الله إن شاء الله بعد عشرات السنين إن شاء الله بورك لكم في أعماركم. فوجدت هؤلاء الشباب يسيرون بجوار الجدار متطئين رؤوسهم. قالت: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء هم النساك يا أم المؤمنين. فمصمصت عائشة شفتيها وهي الفقيهة الكبيرة والتلميذة العبقرية بنت الصديق وزوج حبيبنا صلى الله عليه وسلم، تقول: رحم الله عمر بن الخطاب، يعني كان إذا سار أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وكان هو الناسك حقا. يعني عائشة تريد أن تقول ليس النسك في المسكنة، يعني مثال رب العباد مثلا فتح باب روزانة خير لزميل لك اسكندنافي فأحب أخلاقك وكنت إسلاما يمشي على قدميك فأحب دينك فدخل، أول ما تجابهه لابد أن تلبس ثوبا أبيض قصير تحت الركبة بخمسة سنتيمتر ولا يكون سبعة سنتيمتر وإلا تصير آثما، ويجب أن تطول لحيتك كذا، ثم تركب له فجأة جهاز العقيدة أميتر. جهاز العقيدة أميتر لا تبحث عنه في سيدي جوجل لن تراه، ده من اختراعاتي. جهاز العقيدة أميتر يضعه بعض الإخوة المتفلسفين والمتفيقين والمتحرشين بالفتية كي يقيس منسوب إيمانك في قلبك، ثم يخرج لك بطاقة التبديع أو الترسيخ أو التكفير أو الطرد من رحمة الله. وفي جيبه الآخر مفتاحان، مفتاح جنة ومفتاح نار. إذا ألغينا جهاز العقيدة أميتر الغير موجود الذي أوجدناه وتفقهنا وتركنا الفقه لأهله، بالله عليكم إذا جئت أنا إليكم في لندن أو في أي دولة اسكندنافية وقلت لأحدكم أنا أريد أن أذهب إلى طبيب متخصص أو مستشفى تخصصية في تخصص كذا، إذا ذهبت بي إلى المول أو إلى السوبر ماركت لتريني البراد أو الثلاجة التي تثلج إلى درجة حرارة كذا وتقول أدخل هنا وسوف تخرج معالج إن شاء الله، أو تذهب بي إلى سباك أو كهربائي أو حرفي، أو تذهب بي إلى من يجلس 20-30 سنة يأخذ مال الإعانة من وراء الدولة ويغتصب مالا حراما ويغل مالا حراما ثم يدعي أنه مسلم ويأتي وقت الصلاة ليعيب عليك أنك ما صليت يعني صلاة قبلية ولا سنة بعدية، تنظر إليه بحسرة وتقول يا حسرتنا على العباد، ثم تكبر أربع تكبيرات وتقول والموتى يبعثهم الله. التحرش بالفتوى مصيبة كبيرة، فالفتية الآن أصبحت وكأنه لا كبير لها. يا أخي أنا لا أستطيع أن أتكلم في الطب ولا في طبيعة إنشاء هذا المبنى كمهندس لأنه لم أدرس هذا الأمر. الذي يتحرش أو يستفتى يجب أن نعرف نسبه الفقهي. لو كان نسبه الفقهي شريط سمعه أو فتوى قرأها أو يعني مثال ابن قدامة المقدسي، ابن قدامة المقدسي رحمه الله فقيه حنبلي معروف، قال فيما قال: إذا ركب إنسان دابته، يعني أنت ماشي في لوند أو في مالمو أو في غيرها وتركب فرسا أو تركب رأسك، المهم تركب يعني المهم تركب، وبعدين وانت راكب الفرس بال الفرس على الأرض فسارت دابة بجوارك ليس عليها أحد فانزلقت رجلها فانكسرت،
ماذا يقول ابن قدامة؟ ماذا يقول الفقه يعني؟ وجب على راكب الفرس أن يدفع ثمن اللي هو الآن اسمه التأمين الصحي. تقولون أنتم الانشورنس أو غيره يعني التأمين الصحي. هذا التأمين الصحي عليك أنت يا راكب الفرس. أما لو كان الفرس يسير منفردا فبال في الطريق العام ثم انزلقت قدمه الأخرى فانكسرت، الفرس غير مكلف بأوامر ونواهي بحلال وحرام، هذا هو فقه. مثال آخر، جمعت مرة من 20 سنة ما يسمى بخوارم المروءة. ما هي خوارم المروءة؟ خوارم المروءة أن الإنسان يأتي بأعمال لا يحبها، ليست بالحلال والحرام، ليس بقى خوارم المروءة. يعني إيه؟ إنسان عنده مروءة، الذي من شروط العدالة. يعني إيه العدالة؟ يعني من شروط الذي يشهد في المحكمة، أنا كقاضي أريد أن أسمع شهادة شهود عليه. يجب أن يشترط في الشاهد العدل أن يكون الشهود عدولا. يعني عدولا؟ ليست فيه خوارم المروءة، لم يتهم في سرقة من قبل أو جريمة من جرائم الشرف أو أضر بأحد أو أو، وفيه تقريب من 80 إلى 100 عنوان إذا وجدت في إنسان فتلك من خوارم المروءة التي تسقط عدالته، فلا يجوز له أن يشهد في المحكمة. هذا موجود في كتب الفقه. طيب ما هي هذه؟ أضربك مثال، تمر أنت على المول الكبير في قسم العطور وقسم الملابس وقسم الأطفال وقسم كذا وقسم كذا، فبدون ما تدري تمشي وتأخذ عينة من هذه العطور وترشها كذا، وأنت رايح العمل كل يوم معنك مش هتشتري يعني. قال العلماء المتعطر عند العطار من خوارم المروءة، يعني أنت لو عندي قائد في القضاء أنا لا أقبل شهادتك لأنك حرامي مثلا. هل تطبق هذه الآن؟ أضرب مثال آخر، من خوارم المروءة الآكل على الطريق. يعني إيه الآكل على الطريق؟ يعني واحد كده يعني على مطعم أو على مقهى يشرب قهوة أو يأكل ساندويتش أو غيره. ساندويتش دي كلمة غير عربية، الرجل ده اسمه ساندويتش، رجل أمريكي كما تعلمون أنتم أكثر مني، وكان لعيب ميسر محترف يعني، فكان ما عندوش وقت يجيب له طبخ، فهو اسمه ساندويتش، هو الرجل نفسه اسمه ساندويتش هو نفسه. يقول له ضعوا لي اللحمه او المطعوم في داخل ايه رغيف وياكله، فسمي هذا الذي تاكله ساندويتش. انت وقفت او جلست تاكل ساندويتش على قرعه الطريق، انت بمقياس خوارم المروءه لا يجوز ان تشهد في المحكمه، بالتالي عليك من فينا يجوز ان يشهد في المحكمه. اذا لابد من دراسه تصفيه من العلماء الدارسين للاصول والدارسين للفقه والدارسين للفقه المقارن، أن ينقل هذه ويغربلها ويوصل لنا الأشياء التي تصلح للمجتمع بهذا المنطق. فبالتالي يعني مثال، إذا رأيت أنك سوف يذعر منك راكب الطائرة التي بجوارك، إذا وقفت لتكبر وتصلي وهو رجل يعني واخذ موقف منك نتيجة الإعلام، نتيجة أن كثير من الإخوة المسلمين يشوهون صورة الإسلام، كثير من المسلمين الذين يعني مثال بسيط، أنا معجب بأنكم تجلسون هكذا مثلا وليس في كتب الفقه شيء يسمى الزي الإسلامي. الزي الإسلامي عند المرأة هو الحجاب، اسمه باب ستر العورة، مش باب اسمه أدحية، لا باب ستر العورة. المرأة جسمها كله ما عدا الوجه والكفين، بعض العلماء أو بعض الفقهاء يأخذون الجسد كله كما يقول الإمام أحمد أو متأخر الحنابلة ماشي خير وبركة، الجمهور يقول الوجه والكفين، والرجل عورته من سرته إلى ركبته. لكن تعرف الناس، أنا أتصور أن أنتم ما شاء الله في البرد يعني مش تمشي بشورت، يعني هتاخد لكحة برد في ركبتك هتقعد سنتين الجيم مش هتمشي، فمن فضل الله أن أنت مستور رغم أنفك أو رغم البرد يعني، واخد بالك؟ فإذا إذا دخل موظف عليك وهو مسلم وزوجته مسلمة، هي تلبس القصيرة من الثياب يعني لغاية ركبتها، وهو يلبس القصيرة من الثياب ولكن تحت ركبته بشبر، سوف تنظر إليه وتقول هذا رجل مجنون، مع أن العكس هو رجل ستر من سرته إلى إيه؟
الى ركبتي، وهذا ستر العباب ستر العوره. فلا تدخل الى المسجد والمركز الاسلامي عينك عين موظف الضرائب الذي لا يبحث الا عن او معزكم الله. هل تدري الذي ينظف لنا بيوتنا ويجمع من بيوتنا النفايات، سميه العامل الذي يقوم باخذ نفاياتنا الى مكان معين، هذا الذي يدخل الى قصر المنيف فيه بساتين ونافورات وحدائق وطواويس عينه على ماذا؟ فبعض من الناس كنفس النظره يدخل الى المسجد ليرى هذا سرواله قصير، هذا غير ملتحي، هذا يعني توزيع، يعني هذا فاسق، هذا فاجر، هذا لا يجوز الصلاه وراه. يا اخي الاسلام لما بعث هرقل الى سيدنا معاويه يقول له بلغني ان ابن عمك ابن عمك ينازعك في الملك، سوف ارسل لك جيشا لتتخلص منه. ماذا يقول سيدنا معاويه بن ابي سفيان رضوان الله عليه وعن ابيه؟ يرسل على نفس الرساله، هذا امر بيني وبين ابن عمي، وان ارسلت لي رساله بهذا الصدد مره اخرى سوف ارسل لك جيشا اوله عندك واخره عندي ياتي براسك لاضعه عند حذاء ابن عمي عليه. لما تسمع انت عن مسلم او عن الذي يساند اخاه في الحق والذي يخب بجواره ليس في الباطل، بالله عليك هل يبقى لنا اننا نستطيع بعد ذلك ان نتحرش بالفتوى؟ يا اخي الاسلام اذا اضاءت لك طاقه فقد غلقت عليك طاقات، وان فتحت لك باب في العلم او روزنه غلقت عليك ابواب اخرى، فان العلم مساحته واسعه. علم الحديث له درايه وروايه، وعلم السند، والقران بعلومه علوم الخرات الناسخ والمنسوخ والمحكم المتشابه، واللغة العربية الجميلة التي سبحان الله العظيم إذا أدركنا مراميها نعرف سبحان الله. نحن إذا كان غير مأمون على أن ينطق جملة صحيحة باللغة العربية، كيف له أن يقرأ القرآن ويفسر الآية؟ سبحان الله العظيم. يعني كان أبو بكر يسأله الرجل على المنبر، قال يا أبا بكر ما الكلالة؟ إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، فقال هذه في القرآن الكريم. أبو بكر الصديق، أي أرض تقبلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله برأيي؟ أقول فإن كان خيرا فمن الله، وإن كان غير ذلك فمن الشيطان ومن نفسي والله ورسوله منهما بريئان. هذه المقدمة كلها عشان أبو بكر الكلالة من مات لا أصل له ولا فرع، يعني مات لولا أب ولا ايه؟ ولا فرع، لما ملوش حد يعرف ان كان ايه؟ رجل يورث كلاله او امراه. فابو بكر لما قال كانت فتوى صحيحه. والعجيب ان ابا بكر اقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعت له الفتاوى التي افتاها في الاسلام كلها، افتى مرتين. مرتين. وانا اقل واحد منكم لغايه صلاه العصر ان شاء الله يفتي 70 فتوى. كم من اخاك؟ انت لست ابا بكر ولست عمر ولست تابعيا. يعني سبحان الله الاصمعي اديب العربيه الكبير جاره في الكتاب، عنده الاصمعي كان عنده 11 سنه، قال اتحفظ القران؟ قال منذ 4 سنوات. اتحفظ من الحديث شيئا؟ قال 100,000 حديث. قال اتحفظ من شعر العرب شيئا؟ قال 100,000 قصيده. قال ومنها البيت والبيتان؟ قال ومنها 100 و200. ورغم ذلك الاصمعي يقول انا اتعلم العربيه. فلما يقرأ القرآن بالله عليه سبحان الله. جبير بن مطعم لما ذهب ليفاوض الرسول في أسرى بدر وهو كافر غير مسلم، راح المدينة فدخل وجد صلاة المغرب، جلس يستمع، فقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة والطور كتاب المسطور في رب المنشور والسقف المرفوع والبيت المعمور إلى أن قال إن عذاب ربك لواقع. قال جبير كاد قلبي أن ينصدع. انت لا قلبك الحمد لله انصدع ولا عينك دمعت والطور كتاب مسبوق، لان ده ما معنى رق؟ لكن لا رق يطلع الفتوى يحل ويحرم. جبير قال ما انهى الرسول صلاته حتى وجدت يدي تمتد
وتبيعه على الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. عمر رضي الله عنه غاب عن صلاة الفجر، فلما سمع القارئ يقرأ بالليل إن عذاب ربك لواقع أغمى عليه، وقال وعاده الناس شهرا لا يدرون. ما الذي أبرد عمر؟ قال أيقنت أن العذاب واقع على رأس ابن الخطاب. هل كان عمر يفتي والرسول موجود؟ الرسول ما زال موجودا. لماذا؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء وهم المنوط بهم الفتوى. أحبتي في الله، أبناء الفضلاء، بنات الفضلاء، لا داعي للتحرش بالفتوى. تحرش في البيت بزوجتك خير وبركة، أما أن تتحرش بالفتوى لا داعي. تحرش لها بالدلال، بالود، بالطبطبة، بالمجاملة، عملها معاملة طيبة، اقترب من بناتك، احتضنهم، قبل رأسهم. البنت تحتاج إلى 5 مجاملات في اليوم. سيبك من العادات السيئة التي تأتي أنت بها، ولكن انظر إلى القوم ماذا يصنعون. أحبتي في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله لشيخنا الجليل فضيلة الشيخ علي، القرب منه قرب من الصالحين والمزكين على الله. هذا الوجه المريح وهذا الصوت المريح، أنا ربما كنت منفعل شوية في الخطبة، هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى الموقف وترجمة ترجمة هادئة، هذه طبيعة بورك لكم في حقيقة. أغبطكم أنكم خلف هذا الرجل، الله يرضى عنه ويبارك فيه ويبارك في كل من يقدم للإسلام خيرا. يعني قبل أن أغادر هذا المكان الشريف، أنا لي 10 دقائق كده بعد الصلاة لمن أراد أن يبقى، يعني عدم التخصص في الفتية خطير، ولا تأخذ نصف الكلام وتترك نصفه، أحسن حد يخرج من المسجد يقول الشيخ عمر منع التعطر في المحلات العطور، ومنع أن نشرب القهوة، ورأيناه مرة يجلس على المقهى يشرب القهوة بسكر أو بغير سكر، وأنتم كلكم سكر إن شاء الله. فأنا أريد أن أقول أن هذه من ضمن خبر المبور التي يجب أن تعود للعلماء ليعملوا عملية غربلة، ما الذي يجوز للعصر وما الذي لا يجوز. ولأنني لا يعني أكره الوجوه المخطبة، وأنتم وجوهكم باسمة بفضل الله. هذا الرجل كبير السن تعب ليلا وفي بلد من البلاد إياها التي تعرفونها، فأرادت أن تطرق الباب على زوجته على جارها. جارها بارك الله في طبيب بيطري، يا دكتور عمك فلان تعبان، يا حجة يا أم فلان أنا طبيب بيطري، يعني تخصصي ليس بشر، يعني وهم أذكى الأطباء من يعالجون الحيوانات حقيقة، يعني الأطفال والحيوانات هم أذكى الأطباء. فلا يا حجة، فألحت عليه يعني تفهم في الطب تشوف، فجاء لها بقرص يعني مهدئ نفرجين أسبرين شيء، فأعطيه هذا. طيب إن لم يخف إلى الفجر فلا بحيد، سبحان الله طبيعة التخصص. فلما الإنسان يفتي في غير فتوى هكذا الرجل إن فاش العلاج يذبح، فليس هذا من دين الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، لا داعي للتحرج بالفتوى. إن شاء الله أزيد الأمر توضيحا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتبرقنا من هذه تبرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزق بناتنا الأزواج الصالحين، وبنات وأبناءنا الزوجات الصالحات، وفقنا لما تحب وترضى. اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا مسافرا إلا غانما سالما ليلي إلا وقد رددته. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله ومن أنفقوا مما رزقنا. وأقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما يسر الله للإخوة الذين وراءهم أعمال أن يسر الله لهم أمورهم، وأن يفتح لهم فتوح العارفين، ويرزقهم بالحلال دائما، وأن لا يجعلهم إلا هداة حق، ويبارك في كل من يدعو إلى الخير ويكون حجر بناء لامع ولهد. الله عز وجل يقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. من الواجب مقتضى اللغة
أن صفة العلم تحتاج إلى عليم أو عالم. يعني أنا عشان أعلم يجب أن أعلم ما أعلمه. فمقتضى القول العليم علم القرآن، لكن الله عز وجل الرحمن علم القرآن. ما الذي تستفيد من هذا الكلام؟ أن التعليم لا يكون إلا بالرحمة، وأي تعليم ما فيهوش رحمة في قسوة الله الغني. يعني أنا لو في بضاعة معينة يبيعها تاجر، وإذا دخلت عليه وجدت عنيف ويزيد في بضاعته ما ليس فيها فهو غشاش، أو غير فاهم للبضاعة التي يعني يبيعها، ما عندوش خبرة بالمعلومة يعني، وعندما تسأله أسئلة في الجهاز الذي يباع للأسف الشديد يجيبك إجابة ناقصة، فهو أهبل بعيد يعني، هو تاجر فاشل. الإسلام بضاعة ثمينة ويجب أن يروج لها مروجون محترفون. ليه الإسلام ملوش مروج محترف؟ في الماركتينج رأي أستاذ في جامعة هارفارد شعر بملل في مكتبته، وقال أنا في واحد باكستاني من سنتين أهداني الكتاب المقدس بتاعهم ده القرآن، أجيب أشوف إيه اللي بيقرأ فيه. هو تخصصه التسويق، وقال دائما المنتج من ضمن الآليات بتاع دراسات الجدوى الفئة المستهدفة. أنت تعمل قصة للأطفال، هتعطيها لجدته ولا تعطيها للولد؟ الولد ما أنت بتراعي عقل الطفل اللي هتخاطب هديه هذه القصة. فأنا فتحت مصحف أشوف الفئة المستهدفة من 1500 سنة، وجدت في ثاني صفحة بعد افتتاح سورة البقرة أن في ثلاث أصناف في العالم القرآن هيبلغهم: المؤمنين وغير المؤمنين واللي في النص المنافقين. بس هذا كتاب حق ونطق بشهادتي في أول صفحة، لأن خاطبت عقله. فأنت لا تستهن بعقول الناس، خاطب الناس على قدر عقولك. في أخ فاضل يعني من 50-60 سنة أثناء الاحتلال الإيطالي لليبيا، فمهندس بترول كده لاحظ المسلمين وأخلاقياتهم طيبة، يأخذ الوقت يصلي مبتسمين يسلموا على بعض. زمان يعني 50 سنة تحس للسلام كده والود والفهم، عجب الحكاية. الولاد الناس كويسين، راكب من هطل معكم الإسلام دخل. للأسف في المجموعة واحد من إيامهم قال له لازم نعمل لك ختام. رجل 59 سنة، يا جماعة هديكوا يرضيكوا الموضوع ده لازم الناس. هو قرأ ورق، قرأ وجد ده من سنن الفطرة. طب يا أخي دخلوا الأول وطبطب عليه، وبعدين خد اقطع له ودنه، اقطع له مناخير، اقطع له اي حته، لكن ما مش من اولها يعني. سبحان لابد. فراح بدا استشير الطبيب بتاعه، استشار الطبيب بتاعه في روما، قال له اياه في سن معينه خطر والصحه والجراحه. رجع تاني يوم الصبح قالوا والله يا جماعه انا بصراحه رجعت في كلامي، بلاش الايه الدخله دي كلها، لا دخول ولا ختام. قال لا حبيبي انت كده تبقى ايه؟ قال لا اله الا الله. ايه دين القطع ده؟ يعني سبحان الله. الذي يفتي بلا علم يضيع المساله. زمان من 300 سنه اوكرانيا كان ليها ملك، فقال احنا الدوله الوحيده اللي ما لهاش دين. في دين دولة دينها المسيحية زي بريطانيا، ودولة دينها الإسلام زي المنطقة العربية، ودولة دينها بوذا زي كذا. طب يا جماعة هاتوا لنا ملخص عن الأديان، كفاية كده ولا كمان دقيقة؟ بس شيل المنصة بس، سبحان الله علمونا العلماء كده يعني، يا غريب كل أديب يعني. المهم سبحان الله. فالمهم الله يرضى عليك يا رب. والله الحمد لله انا يا ريت يا رب ان شاء الله انا قابل، بس يعني ربنا يحسن اعمالنا. فالمهم
جاء جابوا له تقارير قال والله دين الاسلام ده دين عجيب يعني يكون خلي دين الدوله الاسلاميه. جابوا مفتي من البلقان الباقي يقول له يا فضيله المفتي احنا هنختار الدين ده دين الرسول بس في حاجتين مهمين انت شايف بلدنا بقى موضوع الخمر ده بنتدفى منها يعني حرام وموضوع لحم الخنزير ده ما تكلمناش فيه لان بصراحه احنا كل احنا ما عندناش الا كده لا يجوز يا اخينا يا ضيخي يا ضيخ ابدا ده خلاص ايه الدين التاني اللي اخترناه كذا اختار الدين التاني يعني هذا المفتي لو قرأ انت دخل الرجل يعني هترده الاول وتعامل معاه بالمحبه طبطب عليه احتضنه وبعدين ايه سبحان الله العظيم بعد كده بقى يعني امر وانهى الناس اللي هم معذرة بيسمون روحهم النصوصيين ده واقف عند حته معينه عارف بيقول لك في دوله معينه عملوا حظر تجول عارف انت حظر التجول تسمع في الاخبار يعني عافاكم الله من عند الله سبحان الله اللي بيعمل لك حظر تجول زوجتك فقط لكن هناك ولاة الامر يعني عملوا حظر يعني بيتوا نازل في الفراخ الصغيره في الاطفال من الساعه 5 عامل حظر ممنوع الدخول نزول الشوارع بعد الساعه 5 واحد الساعه 9 بالليل ماشي فالشرطي وقف بقى فين يا استاذ؟ قال في ما قرات ما سمعت في التلفزيون ما شفت من الاخبار ممنوع التجول بعد الساعه 5 انت بتعمل ايه؟ قال بتمشى قال لا فكرتك تتجول النص قال له ايه؟ الامر جاي له ايه؟ لعدم الايه؟ التجول فلما طلع يبقى هو بيتمشى يبقى التمشي ده ايه؟ هذه النصوصيه تضر بنا ولا تنفع وليس معنى هذا بس عشان اقول شيء معروف بين الدعاء الحمد لله ان انا ابو الكل يعني ابو الكل يعني احتضن الجميع واعتبر كل الجماعات اللي على الساحه اشجار فواكه وبساتين جميله في بستان الاسلام الكبير استظل تحت الشجر شويه تحت الشجر شويه وليس في هذا ما يعني يعني اذا قيل مثلا الاخوه ربنا يبارك فيهم اللي بيحبوا ياخدوا اجازات من زوجاتهم ثلاث اربع ايام يقول لك احنا خارجين في سبيل الله، هو صاحب سبيل الله من سبيل البيت، نفس شويه ما الضغط تخس ضغطه، ضغطه منضبط، ما عندوش سكري، ما عندوش توتر عصبي